أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يفعله كثير من النساء من صبغ الحواجب حتى تكون كأنها نامصة، وهل يدخل هذا الفعل في النمص؟ نعم، هذا التشقير، يسمونه التشقير، أن يعني تصبغ حواجبها بلون يخالف اللون الخلقي، هذا تشقير وهو حرام، لأنه عبث بالحواجب، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم تشقير الحواجب. نعم.